pourquoi les étoiles sont-elles si brillantes et comment le Soleil fait-il pour produire autant de chaleur et de lumière. En fait, chaque étoile est un four nucléaire géant qui libère de l'énergie en son noyau. Le Soleil est l'astre qui brille le plus près de la Terre. Il tire son énergie des réactions de fusion nucléaire qui se déroulent en son cœur. Comme la plupart des étoiles, le Soleil est principalement constitué de deux gaz, l'hydrogène et l'hélium. سيونس في الراس درك النيفو شوية عالية معمول بالعامل الناس اللي عندهم باكو عامل تبعني درست على درك عن نيكليارة مع الشيخ ألبار والسكريت على ماتيارة المادة درك نعرفوها دافورة مجموعة بارتيكول اللي يسميوهم ديزاتون معمولين بالنوايو يدوروا عليهم الكترون من داخل الصنبلاج تاع بروتون والنيترون حتى لهنا سيمون ما بدأتش القلقة درك المشكلة كيما حتى المادة تولي طاقة هذايا مبدأ إكيليبر ماس إنرجي من لهنا وروح درك الأخبار يبدا يجي كان نوعين دو تيب دو رياكسيون الاولى اسمها فيسيون ثانيه اسمها فيسيون المهم النوايو يبدلوا له الثقل لا سويت دوك نفهمها وحده وحده بالعقل تعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت في خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامد خطا خاطر القيمه تاع العب سي لا سيونس في الراس تعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت في خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامد خطا خاطر القيمه تاع العب سي لا سيونس في الراس دابور لا فيسيون تسمى الالتحام ليزيليمون يتجمعوا ويعملوا لنا اتحاد مثال دو نوايو وخفاف تاع هيدروجين كي يلصقوا يولي ويتقال ويمدوا لا شالور بيان سور باش تسرى لازم كونديسيون الميليو اسمه بلازما وفيه الميغا بريسيون زيد لها سخانه كبيره اللي توصل لابري ان كرون تمبيراتور تاع دي مليون دو دوغري الحكايه تبدا بلي بروتون وعلاش تخيلهم يبداو يمرحوا ينطحوا روحهم كيف كباش السخانه الكبيره تزيد لهم في لافيتاس عقد ما يسقوا عقد ما يلصقوا بزاف تسمى الهيدروجين الخفيف شاف دو نوترون يتجمعوا ويمدوا درة كيلة تاع هيليوم العملية دي دارت فرق في الكتل الانرجي اللي تخرج هي حتصلح الخلل هذا هو شي صرا فوق الشمس كل يوم شاك سكوند في سونا ودي مليون دو نوايو والطاقة النووية تبقى تشعل كي الفلاش سي لو ميم برانسيب اللي خدموا به لا بومب اش مالا تعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت فين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامد خطا خاطر القيمة تاع العب سي لا سيونس في الراس مالا تعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت فين خاطر كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامد خطا خاطر القيمة تاع العب سي لا سيونس في الراس درك نروحو لا فيسيون العكس تاع لا فيزيون في العاود نسقو لي زاتوم لهنا نديرو ديفيزيون نوايو تقيل يتقسم ويعود خفيف خطا اللي لقاها هو العالم الالماني اوتو هانا مثال يورانيوم تعطيه بالنيترون يولي دو زيليمون سترونتيوم والكزينون الريزولتا لهنا الشعاد من نوع جاما ويخرجوا دو نيترون اللي يروحوا ويكملوا الخدمه باه تفهم تخيل طابله كبيره تاع بياره فيها مجموعه بزاف تاع دي بالون صغار كي تضرب اون بال اللي خي تفرقوا لي بول وكل وحده فيهم تروح تضرب انذر جروب هذايا الفينومان اسمه رياكسيون شان رد فعل متسلسل ينتج عنه اون شالور العمليه تصرى في الرياكتور نيوكليير والطاقه اللي تخرج يديروها في دو دومان يا اما تولي ميكانيك وتدور التوربين باه يخدموا بالكورون اللي راح يضوي في الليفيل يا اما يزيدوا الانرجي ويخرجوها بضربه قويه تتفلق وتمد القنبله النوويه انا نتعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت فين خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامد خطا خاطر القيمه تاع العب سي لا سيونس في الراس انا نتعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش انت فين خاطر كل حاجه راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروه جامد خطا خاطر القيمه تاع العب سي لا سيونس في الراس انا نتعلم امسي على الحوايج اللي طاير فيك ما تقولش شمت فيل حتى كل حاجة راهي تفيد زيد دير في بالك هاد الثروة جامد خلاص هاداك القيمة تاع العب سي لا سيونس في الراس